الخبر اللي عدنا عن نارين بيوتي والمفاجأة اللي مجهزتها في نزلت هذا البوست اللي كانت كاتبة عليه. تذكروا هذه الصورة منيح لأن راح تعرفوا بالأيام. فخصوصا هذه الصورة يا حبايب أغلب متابعين مونفليكس ونارين يعرفوها. فهذه الصورة هذا الفستان كان لابسته من حوالي سنة يا حبايب لما كانت تسوي أغنية بعنوان ريل لوف واللي يعني حب حقيقي. هذا الشيء هم نزلوه في مقطع وقتها مونفليكس ويا نارين بيوتي وكانوا يعلنون إنه راح يسوون هذه الأغنية قريبا. فتتوقعون يا حبايب نارين بيوتي ويا مونفليكس طور هذا الفيديو كليب ويا بعض وراح ينزلوا ويا بعض ويعلنون من خلاله حبهم. وهتتوقعون نارين بيوتي ممكن سوت هذا الفيديو كليب ويا الشخص الثاني مثلا غيث مروان او شخص ثاني ما ادري الصراحه، ولكن المهم ان المفاجاه اللي هي مجهزتها هي عباره عن اغنيه اسمها ريل لوف. فكتبوا احباب بالكومنتات شنو توقعاتكم وش جاي متحمسين لها. وعلى سيره نارين بيوتي يا احباب، فبعد ما نزلت ستوري شات بي من داخل المستشفى وما نزلت ستوري بعدها من طلعت المستشفى وقالت اني الحمد لله صارت بخير. اليوم نزلت يا حبايب شويه ستوريات كانت تحكي بي عن مرضها وكانت راح تاخذ تستلم نتيجه الفحص وكانت كلش خايفه ان يكون بها مرض السكر، ولكن الحمد لله طلع ما بها شيء، مجرد نقص فيتامين وبنفس الوقت نقص حديد. شوفوا الستوريات. خلصت جلسة ليزر، أقسم بالله نشويت أنا بالفعل نشويت. الله يخلصني بس. أوكي سو حاليا إجيت على المشفى لحتى أخذ التحاليل، نتائج التحاليل اللي عملتها. إن شاء الله يا رب ما بيكون في شيء. أول ما أطلع حأحكي أهلي وبخبركم إن شاء الله ما في شيء، دعولي. اوكي جايز هطلعت من المشفى، عامله فيا ممرضه ولبسه كمامه، الحمد لله طلعوا النتائج. ترى الحمد لله اكثر شيء كنا خايفين منه اللي هو مرض السكري، كل الاعراض اللي كانت عندي بتدل انه معي هالمرض، بس الحمد لله طلع ما في شيء. طلع معي نقص فيتامين د حاد، وكمان عندي مشاكل بالحديد. سو وصفوا لي كذا شغله لازم اخذها من هون لمده 3 شهور، ان شاء الله يا رب بتحسن عليها وصار فيني كمل يومي بدون ما اكون خايفه وعلى اعصابي. ويس الحمد لله. حتى شيكنا على الغده، ما بعرف اذا بتعرفوا بس شيرو كمان كان عنده هاي المشكله، شيكنا عليها ما طلعت تمام. سو الحمد لله ما في شيء، ما تاكلوا همي. او جود ليتس جو اشتري ادويتي ويا. اما بالنسبه لقمر واخيرا رجعت للتيك توك يا حبايب بعد شهر كامل هي انقطاع من التيك توك، فنزل التيك توك ويا بسمه صديقتها، راح اعطيكم التيك توك شوفوه. ما شاء الله الف مبروك على العوده، واكيد منتظرين المقاطع الخرافيه اللي راح تصير تنزل لنا اياها. واكتبوا لنا احبابي بالكومنتات الفرحانين بهذا الخبر او لا. وبالنسبه للاشخاص اللي راح يسالون شنو السبب كانت قاطع قمر مره عن التيك توك، فكان احتراما بسبب شهر محرم. طبعا نفس الوقت قمر نزل شويه ستوريات عشان تعلم من خلال انه اليوم صورت مقطع وحاليا راح تصور المقطع الثاني، من الواضح انها تجهز لنا اشياء ناريه. فاكتبوا بالكومنتات ايش جاي متحمسين الها. واخر شيء نختم يا حبايب يا رمار والقصه اللي نزلت على حسبها بالانستغرام، حكت قصه لامها. الصراحه القصه جنبيها مشاكل وعركات، صارت وياها بالمدرسه وهي كنت تفصل وصارت تقول بسبب بوسه ومدري شنو وتعركت ويا واحده. اكون راح اعطيكم الستوريات مالتها تشوفوا القصه كامله كلش رهيبه. ماما اسمعي يلا بدي احكي لك. ماما كلب اللي عندي يلا دي انا كلب تباركولي. امي اسمعي شوي. شو اكثر شيء لك بس تسكر المره لك ما من ساعتين بتقولي بس اسمعني شوي الله يوفقك. بس خليني بس اللي يجيب لي النشاط بتسكر التليفون، ما اشتغلش اللي يجي. صلي من اول ما اجيت كل ما قال لها كلمه تسمعيني بتروح تتصل تليفون بمدري مين، هلا صار تتصل تليفون بالماركت اللي تحت عشان نجيب اغراض. اقسم بالله صار لي ساعه بدي افتح معها الموضوع ولحد الان ما بترد علي، عم تقعد تعطيني ملاحظات. هلا حترد علي ولا اقتل حالي؟ اقتل حالي باش راح انتحر. الاستاذ قدير وانس البيولوجي ابرو دنياك ضروري بالمدرسة لأني اليوم اتخانقت مع بنت تركية وأكلت قتلة، فالمفروض إنه بكرة تيجي على المدرسة لتحلي الشي اللي صار اليوم. أنا أعتذر عن جد عم بحكي ما عم بمزح. اعتذارا أنا اليوم أخذ لقاح كورونا. بكرة شو دخله باليوم؟ هذا اللقاح بضل 3 أيام السخونة والتعب، ماني مستعدة اطلع لأرضي. طب بكره شو يعني بنتك عاملة مشكلة بالمدرسة، معقول مالك مستعدة تروحي لعليها؟ ابدا مشان تحرم تعمل مشاكل. بتعرفيني كل سنة بعمل مشاكل شكلي هاي السنة مختلفة. خليها تقلع شوكة ايدها بنتي. بركي تقلعت من المدرسة؟ عادي عادي؟ تقلعي ما حرمي مشان بحياتك ما عاد تعملي مشكلة. هن اللي بيعملوا معي مشاكل هي مشكلة هيك تزيحي هيك تطلعي لوراها. طب هي اللي يعني انا والله مو قصدي اني اعمل مشاكل، بس تعرفي شو عملت؟ تعي احكي لك شو عملت. يجي لا تدري. اسفه هاي البنت بالذات، هاي البنت اللي ما بعرف شو اسمها، شو اتصلت التليفون تاعت انا عم حاكيها. المشكله وما فيها
اللي ما بيعرف الأستاذ قدير هو مديرنا بالمدرسة والأنسة إبرو هي المشرفة تبع صفنا. أوكي اسمعي، هاي البنت بيكون كل الصف عم يحكي، ما بتحكي مع أي حدا ولا بتقلون اسكتوا. أنا بتجي لعندي وقت هدليك الملفات، الأستاذ قدير لعنا عم يحكي لنا على امتحان الديناميك تمام، فات عم يحكي أنا ما كنت سمعانته لأنه كنت عم بكتب. سألت رفيقتي قلت لها دعاء شو حكى الأستاذ، قامت قالت لي إنه حكى عن امتحان الديناميك. البنت شافتني عم بحكي عن قالت لك كزلاش سسن، يعني بنات سكتوا تمام. قمت قلت لها بان بشيك ومش مضم اكذا شم صادج سوريورم، قامت قال يعني انه انا ما حكيت شيء بس عم بسأل رفيقتي سؤال عن الامتحان. قامت قالت لي ايه تمام بان كسين اللي بشيك ومش مضم، قلت لها خلص تمام اوكي رح اسكت تمام. بعدين اليوم قاعدة عم بمزح مع رفيقتي التركية، عم بتقلي البنات باسوني من خدي تمام. اليوم ماما اليوم انا قاعده عم قلت لك عم بنزح مع رفيقتي التركيه، قالت لي ميليسا قالت لي كورونا فيروس، مش قمت قلت لها ذاتا بان كورونا فيروس بان، يعني انا اصلا فيروس كورونا يعني عادي حتى لو باسوني رفقاتي. هدليك بتنط بتقلي لك انا ما عم بحكي معك انت ليش بتناقشيني، عم بتنط بتقلي هدليك بتقلي انت شو عارفك اذا انت فيروس كورونا ولا لا او انت معك كورونا. قلت لها انت شو دخلك، قلت لها انت شو دخلك. قامت قالت لي ليش انت دكتور لحتى تعرفي حالك اذا معك كورونا ولا لا. قلت لها انا حكيت معك شيء لا تحكي معي. قامت قالت لي لا بس احني انا خايفه على حالي. قمت قلت لها تمام خايفه على حالك حطي كمامه. قامت قالت لي بس انت مالك حاطه كمامه، قلت لها انا اللي بدي امرض مو انت، انت حاطه كمامه خايفه على حالك حاطه كمامه. قال لي انا معك بالصف كمان، قلت لك انا شو حكيت معك لتردي علي انت. المهم انا وقت اللي شفتها هيك عم تناقشني وعم تتدخل بكل شيء عم بحكي وما عم تناقش حدا من الصف غيري، قام سبيتها بنص الصف واكلت قتله. شو يعني قتلت اياه؟ يعني اول شيء تناقشت انا وياها، ضلينا عم نتناقش، قامت اخر شيء قالت لي رح اقول لانس البيولوجي، قمت قلت لها روحي قلي له شو يعني شو اعمل لك تضربي انت وياها سوا. قامت قالت لي ايه ماشي اذا ما بالله، قلت لها روحي قلي له. قام بعدين اجت دفشتني قالت لي شو ما بعرف قاعده بتحكي معي وتخبص، قام اكلت قتله مني. طبعا يعني ماما كيف يا ضبطي حطيتيها بالارض فهميني. لا اكلت كفين ودفشت على الحيط، ما بقتل كثير بالمدرسه مشان ما يفصلوني، بعرف قواعد المدرسه اكيد. وطبعا يعني مثل ما بتعرفي كمان الشله كلها قامت فزعت. نعم والبنت بتكون رفيقه لعريفه الصف. شو يعني شو بحب؟ اي يعني بكره بدك تيجي على المدرسه مثل الشاطره. مالي رايحه تصطفلي بطلي تعملي مشاكل وقت حدا يحكي معك وهي البنت كتير عنصرية مو شوي، كتير كتير عنصرية، تقعد تحكي معنا انتو شو انتو كتير عنكم امتحان اليوس سهل وامتحان السات هدول كتير عنكم ياهم سهلين واخر شيء ما بتفلحوا فيهم انتو السوريين، وكتير عنصرية. فتخيل واحدة بنت عم تعمل معي عنصرية وما تاكل قتلة يعني او ما اعمل معها مشكلة. حكينا انه ضبط النفس بهالمرحلة كتير مهم، بس حكينا مين ما حكى معك بتديري ظهرك هيك وبتعملي حالك مو سمعانة تمام، انا ما تعطيها مجال تاخذ وتعطيها. طيب بس هي يعني ما بحسن اسكت، ما هي المصيبة اللي انا تعبانة منها لهلا من وقت ما فتي من المدرسة لهلا لسانك ما فات لحلقك. طبعا بحكي لك شو صار معي اليوم، اخذي جرعة كورونا تركيني تعبانة ما عم تفهمي. طب ما بدك احكي لك شو صار معي بالمدرسة، واذا ما حكيت لها بتقولي ليش اليوم ما قعدتي معي حكيتي لي كل شيء. حالة استثنائية النازلة جيب لك الغراض باي زلي، جبت آيس كافي لحتى روق دماتي بعد المخانقة اللي صارت اليوم، اللي بكرة ماما رايحة على المدرسة لتحلها. مو ماما؟ no. ماما ليش خايفة تروح على المدرسة؟ عشان ما قتل البنت يا جماعة هدلك من سنتين كمان صارت معنا نفس المشكلة تقريبا، وماما راحت خبطت على على ما على الطاولة المدير وعلى سئله رح اشكيكم لوزارة التربية ومدري شو، وقت المدير كتير خاف منا مشربني شاي وقعدني ورواق واحلى قعدي ضيفة كيك وشاي ومدري شو مشان تروق ماما خايفة من خايفة تروح صاعد مشان ما تسوي مشكلة تانية معي. قبل ما اغير تيابي بدي احكي لكم يعني المفاجآت اللي صارت معي اليوم، اكيد ما حاحكي لكم اياها، هي مفاجأة بس تصير حاطلع واحكي لكم اياها. وبس راح حبابنا صوت مقطع من القلب جابكم لسه تنفجرون هذا المقطع باللايكات، وبس شاركوا في زي ما خلت منك القصص. مع السلامة.